جاد الترحيب بحضراتكم. يعني ما زلنا طبعا بنتكلم على اصداء ما بعد مباراه النجم الساحلي والاهلي، وايضا استعدادات منتخبنا الوطني للمباراه القادمه امام الكون ان شاء الله، والوصول لكاس العالم ومباراه مصيريه لمصر كلها، شعب مصر كله بما فيهم طبعا الفريق. ولكن طبعا المهم هو الوصول لكاس العالم من خلال هذه المباراه بامر الله وتوفيقه يا رب بامر الله. كلام كتير عن هذه المباراه ايضا وما بعد مباراه الاهلي والنجم، راي طبعا نجمنا كابتن محمود ابو الدهب في مباراه النجم الساحلي، وايضا رايه في المباراه القادمه بالنسبه لمنتخبنا. برحب بيك كابتن محمود منور قناه الاهلي مره ثانيه. موجود معاك. ده انا اللي ببقى سعيد يا كابتن. ربنا يخليك. يمكن مباراه النجم كابتن حتى الان في ناس لازم تقعد تتكلم عليها، خصوصا الاهلاويه، واحنا بنتكلم عليها من خلال قناه الاهلي هنا، ان بالرغم ان احنا في هزيمه ولكن الامل كبير جدا في الوصول. وده اللي بيخلي يعني فريقنا هو اللي بيخلي حته الامل ده موجود باستمرار، ان هو ما يتعادل هنا 2-2 مع الترجي، يوصل هناك في المباراه العوده بيكسب الترجي وسط جمهوره 2-1، النهارده بيخسر امام النجم الساحلي 2-1 ايضا، وينتظر مباراه العوده هنا في استاد الجيش ببرج العرب. اكيد لاعبتنا قادره انها تحسم هذه الموقعه لصالحها بامر الله. بص يا فاروق، طبعا بعد المباراه الكبيره اللي النادي الاهلي عملها، يمكن يعني كان ناس كتير جدا بعد المباراه الاولى ان احنا تعادلنا 2-2، كان في ناس متشائمه ان انت خلاص يعني خرجت بره البطوله. يمكن انا كنت معاك انا وكابتن ماهر همام قبلها بيومين، قلت لك النادي الاهلي دايما معودنا بيجي في بيبقى في الماتشات الصعبه بيرجع بسرعه. الحاجه الثانيه ان الجماهير يعني في المباراه اللي اتلعبت في رادس النادي الاهلي كان عنده شيء من الدافع الفوز. يمكن قبل ما لما حضرتك عرضت هنا الجماهير وراحت الاستاد، المسؤولين كان في اهتمام كبير جدا، الجهاز الفني، اللاعبين، كان في ثقه كبيره جدا ان انت هتروح تعمل نتيجه طيبه، فالناس كانت عندها ثقه في الفوز. حتى لما دخل في الجول، يعني لما الترجي جاب من ضربه جزاء جون، يعني ضربه جزاء مشكوك في صحتها ان هي دخل جون، قدرت ان انت بتعوض وبتقدر تكسب وبترجع المباراه وبتفوز على الترجي القوي جدا. يعني كان انا بكلمك فرقه كويسه جدا، فرقه منظمه، فرقه محترمه، قدرت ان انت ترجع وتكسب في رادس وتفوز وتوصل للدور قبل النهائي. طبعا كان قرار محترم من كابتن الجهاز الفني ان كابتن حسام البدري يقعد، ان هو يريح اللعيبه اكبر قدر. فده من هنا بدا الحزن على الهزيمه في ماتش النجم الساحلي. ممكن الناس زعلت جدا من الهزيمه، لكن في ظروف مباراه، لان كان انت في مباراه الترجي ما كانش عندك الا الفوز ان انت تقدر تكسب، يعني ما عندكش الا الفوز او على اقل تقدير ان انت تتعادل على اساس تلعب ضربات جزاء، لكن ربنا كرمك وكسبت. فانت في المباراه ديت الحمد لله انت برضو نتيجه مطمئنه ان انت تقدر تعوض. السؤال اللي عايز اساله لك يا كابتن الذهب، يعني انت راجل نجم كبير ربنا يخليك، اكيد خدنا او خدت هذه المباريات بالشكل ده، حصل نتيجه ممكن هزيمه، ولكن الحمد لله الهدف اللي احرز ده هيفرق كتير جدا. راي حضرتك بس بطمن جمهور النادي الاهلي ان ده ممكن تكون نتيجه ايجابيه وليست سلبيه. بص يا كابتن، هي النتيجه مطمئنه. يعني انا مطمن الحمد لله ان انت في شوط تاني. يعني انا ببني، يعني زي ما قلت لك، الناس قارنت في ماتش الترجي ان انت راح خلاص ان انت خرجت من البطوله، ان انت الترجي معاه تعادل معاك 2-2 هنا، فانت رحت هناك الحمد لله ربنا كرمك. لكن انا عايز اقول لك حاجه، في حاجه تاني، ان انت في مباراه النجم مش بقوه الترجي بس، هم لا بتقول الترجي القوي جدا. ما انا بقول يعني ما هو كانك بتوضح حاجه معينه. لا انا بقول لك ان فرقه الترجي كويسه، لكن مش يعني النجم الساحلي مش بقوه الترجي بامانه. يمكن عنده لعيبه كويسه جدا، عنده لعيبه محترمه، لكن احنا يمكن في اخطاء حصلت في المباراه، او ممكن يكون احنا او في لعيبه مثلا نزلت مكان اول زي هشام محمد لعيب كويس، لكن نص الملعب بتاعنا غيابه حسام عاشور، يعني ده راجل رمانه ميزان في نص الملعب من اللعيبه المحترمه جدا، فمحدش موجود. فهو يعني زي ما اقول لك الجهاز الفني اضطر ان هو يلعب بالطريقه ديت او يبقى ناس موجوده. الحاجه الثانيه عايز اقول لك ان احنا ان شاء الله هنكسب، وهنكسب بسكور في الماتش اللي جاي، لان فرقه الترجي النجم الساحلي مش هتيجي تهاجمك في استاد القاهره، لان عارفين قوه النادي الاهلي كويس جدا، عارفين ان النادي الاهلي لما بيحتاج الفوز فبيكسب في الماتشات دي. فانا اعتقد ان شاء الله الجهاز الفني مركز بشكل كبير جدا في المباراه، ان شاء الله هنكسب باذن الله. شوف المباراه صعبه هنا كابتن، صعبه لازم اسهلها عن الجول. يعني زي ما كنا على طول يا كابتن فاروق، انت عارف احنا انت مطالب انك تكسب 1-0، نمره واحد لازم افكر ان انا اجيب جول.
بس يبقى مأمن كويس، لان برضه عندهم لعيبه كويسه على فكره. مش عايز نفس تكرار التجربه بتاعتك هناك، ان هم تجيب فيهم يجيبوا فيك جون زي ما انت عملت فيهم. ما انا بقول لك ان انت النهارده لازم مطالب ان انت تجيب جون، ومطالب من بدري على اساس تريح نفسك بدري. مش عاوزين الماتش، لان هم بيعرفوا يضيعوا الوقت بشكل كبير جدا، بيعرفوا يستفزوك فرقه النجم الساحلي. لكن انت مطالب ان انت طول الوقت ان انت تجيب جون من بدري وتضغط على الفرقه دي بشكل كويس. طب خلينا اكلمك على غياب اثنين لعيبه مهمين ان شاء الله. نتمنى طبعا ان عبد الله لو في وقت ان هو يقدر يرجع، ولكن طبعا جزئيه المزق دي انت حضرتك كلاعب عارف طبعا بتبقى صعبه شويه الرجوع، حتى لو رجع قبل المباراه بكام يوم. ما اعرفش كابتن حسام بدري هيبقى عنده ان هو ثقه ان عبد الله يبقى موجود ويبقى في مخاطره بحته رجل عبد الله، ولا يعني خلينا اكلمك بقى على احمد فتحي. يعني خلينا نبتدي باحمد فتحي وغيابه في المباراه القادمه، هل بشكل كبير ممكن ياثر في تفكير كابتن حسام البدري حتى في لقاء والتشكيل والشكل التشكيل نفسه؟ بس عايز اقول لك حاجه، اي مدير فني لازم يعمل حساباته من اول السنه مش من ماتش. ان انت النهارده عبد الله سعيد او احمد فتحي الاثنين مهمين جدا في النادي الاهلي، ومش في النادي الاهلي بس، ده في منتخب مصر لعيبه بشكل كبير جدا مهمين، عندهم حماسه كبيره جدا، عندهم وهم قائدين. يمكن الكابتن حسام بيعتمد على عبد الله بشكل كبير جدا. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، الاصابه انت ممكن تتغلب عليها يا كابتن فاروق. يعني عبد الله لو عايز يرجع قبل المباراه هيرجع، انت قدامك ثلاث اسابيع، يعني وقت كبير جدا. النهارده احنا بنتكلم النهارده 2 او 3 اكتوبر، الماتش لسه يوم 20 او 22، فبالتالي ممكن يكثف من العلاج مع الجهاز الفني الطبي اللي موجود في النادي الاهلي، مع روح اللعيب ان هو عايز يرجع بسرعه او عايز يلعب، ان انت النادي الاهلي محتاج الفوز. لكن ده ما يقللش ابدا من الناس اللي ممكن تبقى موجوده، او البدائل اللي انت موجود الكابتن حسام يقدر يقوم بيها، او ان هو يستعين باي لعيب فيهم. لكن انا اعتقد ان عبد الله سعيد لعيب مهم في المباراه دي بالذات، لانه عنده خبره، بيعرف يمسك كوره، بيعرف يعمل اسيست كويس مع اللعيبه، بيوصل لك، فده بشكل كبير جدا يا كابتن. يعني بعض الجماهير او بعض الناس المتابعه لحد ما يقول لك يا عم غير يعني حد غير عبد الله، مع احترامي طبعا لصالح ولا اي حد، ولكن وجود عبد الله لاي واحد فني يعرف وجود عبد الله مع الفريق بيفرق قد ايه. طبعا ولا انا غلطت طبعا. بص يا كابتن فاروق، يعني عايز اقول لك على حاجه، في ناس كتير جدا بتقول لك صالح جمعه، عبد الله، مش عارف ده يريح ده. يا جماعه بص، عايز اقول لك حاجه، عمر ما في مدير فني في الدنيا عنده لعيب كويس وهيقعده بره، او لعيب هيكسبه ويقعد بره. صالح جمعه لعيب مهم جدا ولعيب كويس ولعيب، لكن دي وجهه نظر مدير فني. يعني النهارده احنا بنتدخل في شغل الكابتن حسام البدري، في ناس كتير جدا بتتكلم باسلوب ان انت بتحب لعيب، انا بحب فاروق، عايز فاروق يلعب، واحد تاني بيحب صالح جمعه عاوزه يلعب. فالنهارده الكابتن حسام مطالب ب 11 لعيب، وما حدش ظروف مباراه، فما ينفعش النهارده مثلا. لكن النهارده ليه دور، يعني طبعا. صالح جمعه ليه دور، ان هو لما نزل، وعايز اقول لك حاجه، من اللعيبه الرجاله كويسه جدا، فني معين اللعيب بيعمله في الملعب، فبالتالي المدرب بيعتمد. الناس يا كابتن فاروق لازم تفهم ان في سيناريوهات للمباراه. النهارده انا بلعب النجم الساحلي غير الترجي، انا في الترجي مباراه الترجي احنا كلنا قعدنا هنا وقلنا ان النادي الاهلي مطالب بالفوز، لكن في مباراه النجم الساحلي مش هيقدر يهاجم او يفتح الملعب زي ما كان فتحه. يعني كابتن حسام غامر في الشوط الثاني لما طلع نزل اجاي، لعبوا اثنين راسين حربه، ان هو عمل ريس كبير قوي، خلاص بقى قال لك انا بلعب على الفوز بقى، انا دخل فيا جون فعاوز اجيب الثاني والثالث. يمكن احنا شفنا في المباراه دي علي معلول من الشمال لليمين في الجون الثاني، ان هو راح فتح سبرنت وبيعمل الكره بالعرضيه ان اجاي بيكمل وبيحطها جون. لكن النهارده الكابتن حسام عارف هو عايز يعمل ايه. المباراه اللي جايه خلي بالك مباراه صعبه، النهارده برضو مش هيبقى فيها ريسك كبير جدا ان كابتن حسام، ان هو ممكن، في ناس كتير جدا بتقول لك ان عبد الله السعيد يلعب جنب صالح جمعه. خلي بالك المشكله دي هي نفس مشكله المنتخب، ما هتقعد تتكلم فيها. طب يعني انا هكلمك، واحنا بنتكلم كده احنا بنربط ده مع ده. يعني التفكير اللي عند كابتن حسام البدري في المباراه القادمه بالنسبه ل النجم هو نفس التفكير اللي عند مصر. عايز اقول لك على حاجه، انا في مباراه عبد الله صالح، سوري، عبد الله صالح جمعه يلعب في مباراه الكومه. ليه بقى؟ لان انت عندك في ناس بتدافع كويس قوي، يعني اوبر دفاعيه، ان انت بتدافع، ان اللعيبه اللي موجوده بتلعب على المكان، الناس ملتزمه. يعني عندك علي جبر، وعندك احمد حجازي، وعندك النني، وعندك طارق حامد، وعندك احمد فتحي، وعندك عبد الشافي، دول واقفين ثابتين، فبالتالي بيدوا حريه للتلت الهجومي ان صالح جمعه يبقى موجود، وعندك محمد صلاح، وعندك رمضان صبحي، وعندك تريزيجيه، الناس تبقى موجوده، هو بيلعب بيحرر الناس في الهجوم. لكن صالح جمعه يأدي كويس جدا لكن بتختلف الطريقه عن النادي الاهلي. انت بتلعب فرقه بلغه الكوره رجله، هتضغط عليك من بدري،
محتاج ان انت تجري كتير، الماتش اللي جاي محتاج فيها جري كتير، فيها تركيز كتير. لكن عايز اقول لك حاجه، في الاول وفي الاخر ان الكابتن حسام البدري حاطط سيناريوهات، وكل واحد بيبقى ليه دور في الملعب. تغيير الناس كلها كانت بتقول اجاي لما نزل. يمكن عايز اقول لك حاجه، تغييرات الكابتن حسام بتبقى ليها يعني زي مفعول السحر زي ما بيقولوا. يعني في ماتش الترجي لما نزل اجاي جاب جول، نفس الطريقه لما صالح جمعه نزل في مباراه النجم الساحلي احرز هدف، برده كان حصل معاه في نادي ماتش الزمالك لو تفتكر السنه اللي فاتت. فيمكن هو الراجل عنده وجهه نظر او عنده فكر معين، فهو بيطبقه في الملعب او بيطبقه على اللعيبه بتاعته. لكن الناس زي ما قلت لك، الجماهير او النقاد او الناس بتتكلم فلان يلعب او فلان ما يلعبش، ده موجود ده مش عارف ايه. الحاجه الثانيه عايز اقول لك حاجه، ان انا شايف ان عبد الله سعيد بيأدي بشكل كبير جدا وبشكل محترم، وبيقدر يوصل لعيبته او بيمسك كوره لعيبته. لو هو مش عايز اقول اوحش حالاته او يمكن حالته البدنيه نتيجه مجهوده الكبير في مدار الموسم يا كابتن، بتخليه الى حد ما اللي هو حته ان ممكن ما تشوفوش في الملعب، لكن ليه دور مهم ومؤثر في جزئيه امتلاك الاهلي للكوره، حته النقل الباص نفسه او الريتم نفسه بيهدى. الحاجه الثانيه يعني انا شايف ان عبد الله ما اشتكاش، يعني اللعيب نفسه عايز يلعب. يعني انت النهارده اي لعيب في الدنيا بيحب يلعب وبيبقى موجود في الملعب. النهارده عبد الله لو هو شايف نفسه ان هو مرهق او تعبان او لان دي مصلحه فرقه او مصلحه فريق او مصلحه نادي، هو لو شايف نفسه ان هو تعبان او مش قادر هيقول يا كابتن حسام انا بعد اذنك عايز اريح، وفي ناس موجوده كتير. لكن عايز اقول لك حاجه، عبد الله سعيد مين اللعيبه المهمه واللعيبه اللي ما مالهاش غنى لا في النادي الاهلي ولا في انتخاب مصر؟ ممكن الكابتن بيفكر في مين كابتن حسام في عدم وجود عبد الله الماتش ده؟ لا ما هو في ما فيش الا بديل لصالح جمعه. يمكن انا فكرت، بص عايز اقول لك حاجه، لو جبت مثلا 30 خبير كل واحد هيحط التشكيل المختلف يا كابتن. لكن عايز اقول لك حاجه، لو انت موجود في الملعب انا بتمنى بس يبقى ربنا يكرم وحسام عاشور يرجع المباراه ديت، لانه لعيب مهم جدا. عندك ممكن يلعب اجاي يلعبها كويس بشكل كويس جدا، يعني عندك القلب دي ما بين طبعا لانه بيمسك كوره وبيلعب بيلعب بيلعب يعني بيعمل اسيست كويس. واللي عندك وليد سليمان وعندك مؤمن زكريا وقدام ازارو، فده ممكن يعملها بشكل كويس جدا او بشكل محترم. مش موجود اجاي يبقى في موجود صالح جمعه يبقى موجود فيها. الجزئيه بتاعت احمد فتحي برضو غيابه برضو بتشوفها ممكن مين يبقى مكان في محمد هاني؟ يعني ما بص، ما انت ما تقدرش في الماتشات دي يا كابتن تغامر او تعمل خلاص في بديل. مين البديل بتاع احمد فتحي؟ موجود محمد هاني، هو الاقرب محمد هاني، هو الاقرب ان هو بيبقى موجود يلعب يعني. لكن اللي انا شايفه هو غيابهم مؤثر جدا طبعا، لكن في محمد هاني من لعيبه صغيره، لعيب شاب، لعيب عنده حماسه، يمكن هو لعيب كويس جدا وبيقدر يهاجم وعنده سرعات كويسه جدا، يقدر يقوم بنفس الدور اللي موجود فيه. والله الحقيقه الماتش ده بالرغم من خسارتنا احنا خسرنا لعيبه طبعا مهمه جدا، وده يمكن اوحش حاجه كانت في المباراه. النتيجه لحد ما زي ما بقول لك مش وحشه يعني، برغم الهزيمه، لكن انت خسارتك للاعبين هي دي اللي ممكن تضايقك، خصوصا انت عندك مباراه ثانيه. يا خلي بالك الناس قلقت يعني، في ناس كتير قلقت يعني. انا بعد المباراه في ناس كتير اتكلمت كتير يعني، ما قالتش احنا اتغلبنا، قالت ان احنا عبد الله السعيد وبعدين احمد فتحي الانذار الثاني وبعدين حسام عاشور اصلا مش موجود وبعدين هشام محمد لما يعني حتى الناس ما عرفتش هو اتغير ليه لما خرج. ولما جبت حضرتك التقرير بعد المباراه والناس قالت ان في اصابع رجليه او اصابع ايديه اتكسرت، فالناس قلقت على الغيابات. لكن انا بطمن جماهير النادي الاهلي ان اي لعيب بينزل في النادي الاهلي وعنده روح فنانه النادي الاهلي يقدر يقوم بنفس الدور ويقدر يكسب النادي الاهلي ان شاء الله. طيب يعني عايز اكلمك، هي مشكله واجهناها في المباراه وبنواجهها في كل مباراه كابتن، ده حته التهديف يمكن عن طريق وليد ازارو، هجوم كبير جدا على اللاعب. برضه بتشوف ازاي يعني هي بتبقى فرص، هو اتفق انها فرص ولازم تتمسك بيها، وخصوصا لما تكون مباراه مهمه، مباراه ممكن تبقى فارق في حصول فريقك على بطوله. وليد ازارو بالنسبه لك في الفتره اللي فاتت، بص يا كابتن، هي المشكله نفس المشكله اللي احنا موجودين في النادي الاهلي، ان انت النادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله. فاي لعيب هيبقى موجود، ممكن انت حضرتك من الفراوده الكبار اللي كانت بتلعب في النادي الاهلي، انت نفسك لما ما كنتش بتجيب جون كنت بتزعل، لان انت بتبقى عامل حساب للجماهير. بتبقى بص ولا حاجه، والماتش لما جات لي فرصه ضيعتها ببقى بص عارف اللي هو بتاكل عز الارض هتموت، عز تجيب جون زي ما كابتن حسام حسن لما كان بيعمل كل عماد متعب الناس الكبيره دي. لكن عايز اقول لك على حاجه، ان الجماهير مستعجله ان النادي الاهلي لازم تكسب. والنهارده ازارو يمكن جات له ثلاث اربع فرص في الماتشات دي، في ماتش الترجي وبعدين في ماتش النجم الساحلي، فالناس ابتدت تقلق ان ازارو ما بيهدفش. ف
فدي مشكله كبيره. لكن انا عايز اقول لك حاجه، يمكن هي لازم يعني ممكن كابتن حسام يعمل عليها دايما، واكيد هو بيعمل عليها. ان انت لازم طب ده كابتن حسام يعمل ايه بقى؟ لازم يقعد مع زارو كتير، يجتمع بازارو كتير، لازم يتمرن عليها كتير بشكل كبير جدا، لان عنده ولازم يهدى عند الجون. يعني عايز اقول لك على حاجه، انت راجل بتوصل لجون كتير لكن ما بتهدفش، او في رعونه يا كابتن فاروق، يمكن حضرتك ادرى مني في بالفرود وعارف ان في رعونه، يمكن في قله خبره برضو في الماتشات ديت. لكن انا عايز اقول لك حاجه، لازم ازار ياخد الفرصه كامله ويلعب، لان ممكن يكون له دور في الملعب احنا مش شايفينه، ما احناش عارفينه، لان الكابتن حسام مقتنع بيه بشكل كبير جدا، واكيد هيديله الفتره اللي جايه، واكيد برضه مش من نوعيه ان هو ممكن يشيله بشكل كبير في الماتشات اللي جايه. هو كمان كان واضح حتى وهو بيغيره ان كابتن حسام لا راح له، طب يعني وسلم عليه، دي مهمه جدا طبعا، الاسلوب ده مهم جدا ان هو يعني حتى لو انت ضيعت لا ما تقلقش. ما انت خلي بالك كابتن حسام ذكي، بيعرف يتعامل بشكل كويس، مش عاوز يهمد الولد، لان انت النهارده لما الناس عمال يضيع والناس عماله تتكلم والنقاد والبتاع، فالكابتن حسام يمكن هو ادرى بيه وعارف ايه الادوار اللي هو بيقوم بيها، فبالتالي ممكن يديله دور ان هو ممكن يهدف، ومحتاج ان انت تهدف، لكن في دور تاني ان انت بتقوم بيه في الماتشات. طيب خلينا اكلمك على خط دفاعنا سعد سمير ورامي ربيعه، يمكن كان في بعض الاخطاء وهي كان سبب من اسباب احراز النجم الهدفين دول. كنت بتشوف طبعا ايه الوضع يعني الحالي بالنسبه لخط دفاعنا كابتن، وايه الاخطاء اللي ممكن نتلاشاها ان شاء الله في مباراه العوده؟ بص يا كابتن، نمره واحد لازم كل واحد يمسك مان. يعني بكلمك بامانه، في الماتشات يمكن انا شفتها في ماتش الترجي، كان في تركيز كبير جدا في جزئيه المان، ان انت بتمسك مان كويس جدا. الماتش اللي فات يمكن الفرقه كان فرقه الترجي فرقه النجم ساعتها كانوا بيلعبوا براحتهم، ما لهمش ضغط، ما حدش بيضغط عليهم. يمكن شفنا الجون الثاني يا كابتن فاروق، ان الراجل بيمشي من نص الملعب ومحدش بيعمل عليه بريس، محدش بيقابل، لا لازم اقابله ولازم امسك ولازم كل واحد نتكلم مع بعض كتير. يمكن هي دي النقطه اللي بتكلم فيها. الحاجه الثانيه، ان انت النهارده علي معلول كان طريقه اللعب كلها من عليه، لان ما كانش فيه مسانده من اجاي، يعني اجاي ما بيرجعش يدافع او يساعد علي معلول في الحته دي، لكن لازم نتكلم مع بعض كتير. يعني رامي ربيعه وسعد سمير لعيبه كويسه جدا ولاعيبه منتخب مصر ومحترمين، لكن في الاول في الاخر لازم تمسك ولازم تلعب على المان، ان انا الكوره اقرب واحد ليا ولازم اضغط من بدري. انما فرقه النجم الساحلي، وبعدين ابتدينا في الماتش ده فاروق ان احنا بنعمل فاولات كتير على 18. وعايز اقول لك على حاجه، يمكن المدير الفني بتاع النجم الساحلي قال لك ان الكور الثابته على النادي الاهلي خطر، فهم استغلوها بشكل كبير جدا، ان هم حتى لو هو بيمثل او بيعمل بيحاول يعمل فاول على 18 ومن على الجناب، ممكن يستغلوا منها واحده. لكن عايز اقول لك حاجه، لازم نمسك ولازم نتكلم مع بعض بشكل كبير جدا، لان انا كنت شايف كمان ان الخطوط متباعده بين الدفاع والهجوم في الماتش اللي فات في النجم الساحلي. كان الجول الثاني كمان يا كابتن انت بتتكلم عليه، انا اعتقد في ظل وجود حسام عاشور ما كناش بنشوف حد ممكن يشوط بمنتهى السهوله. بص، ما انا قلت لك يا كابتن، ما كانش حد بيضغط يعني في نص الملعب بتاع، يعني لولا لو وجود حسام عاشور مهم جدا في نص الملعب، ان النادي النجم الساحلي كان بيلعب براحته في نص الملعب، ما كانش حد بيضغط عليه. عايز اقول لك مع احترامي لهشام، لعيب كويس ولعيب محترم ولعيب خبره ولعب مكان حسام عاشور، لكن عايز اقول لك حاجه برضو، ايه لسه خبرته قليله، انت فاهم يعني، عارف انت خضت الماتش، وطبعا الله يكون في عونه، لكن هو خدت المباراه بالذات، ان انت النهارده نص الملعب في النادي الاهلي، يمكن هي دي كانت المشكله الكبيره، ان انت ما فيش حد بيضغط، ما فيش حد يعني ما فيش ترابط في نص الملعب، دي كانت المشكله الكبيره يعني. يعني المباراه القادمه بقى كابتن، طبعا وجود الجماهير، يمكن النادي الاهلي طلب وجود 60,000 متفرج، وان شاء الله ده هيتم الموافقه عليه من الجهات الامنيه طبعا، يعني في كلام المدير التنفيذي لاتحاد الكره العميد ثروت سويلم ان خلاص ان شاء الله هيبقى في 60,000 متفرج، واعتقد عدد كافي، ولا بتشوفه برضه مش كافي؟ انا بشوف بالنسبه للنادي الاهلي طبعا مش كافي، ولكن طبعا لا، بص الاستاد او ساعته هي اللي بتحدد الحاجات. بص يا كابتن فاروق، يمكن انا شفت النهارده العميد ثروت سويلم بيقول لك ان في 150,000 متفرج لمباراه الكونغو، مباراه النادي الاهلي لا تقل اهميه عن مباراه المنتخب، ان انت بتلعب باسم مصر طبعا، وبطوله داخله مصر، ان انت بتلعب فرقه كبيره زي النجم الساحلي، ليه ما افتحش الاستاد والجماهير تخش وتشجعني؟ لان خلي بالك الجماهير دي لها دافع كبير وبتديني حماسه بشكل كبير جدا. انا النهارده لما افتح الجماهير، اي فرقه بتشوف الاستاد او بتشوف الجماهير دي بتتخض، وخصوصا فرق شمال افريقيا. النهارده لما بشوف الملعب بيترج كده والجماهير، وبتدي دافع كبير جدا للجماهير، اتمنى ان الاستاد يتفتح، واحنا قادرين ان احنا نامن اي مباراه، مش 60,000 70,000، لا ممكن يخش 100,000،
ان احنا محتاجين المباراه ديت والنادي الاهلي محتاج الفوز في المباراه دي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله طبعا. خلينا كلامك على التشكيل بقى قبل ما اروح لمنتخبنا الوطني، بتشوفوا الامثل في مباراه زي مباراه النجم بالنسبه للنادي الاهلي؟ شوف بص هقول لك يا كابتن، يمكن انا عايز اقول لك الحاجه، يمكن انا شريف اكرامي مش هيخرج عن شريف اكرامي، محمد هاني، في سعد سمير، وفي رامي ربيعه، وفي علي معلول، نص الملعب ان شاء الله حسام عاشور وعمرو السوليه ووليد سليمان، وعندك لو عبد الله سعيد مش موجود يبقى موجود صالح جمعه ومؤمن زكريا وازارو. ده التشكيل اللي ممكن نلعب بيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كابتن. يمكن التشكيل ده هو يمكن هو الامثل بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، في ظل طبعا غياب عبد الله، في ظل غياب احمد فتحي. تقييمك برضو قبل ما نروح لفاصل وارجع اتكلم بقى على منتخبنا الوطني، يعني شريف اكرامي في هذه المباراه بتشوفه ازاي؟ بس عايز اقول لك على حاجه، يمكن شريف من احسن الماتشات اللي عملها، يعني ماتش الترجي والماتش اللي فات. يمكن عايز اقول لك حاجه، في ناس كتير جدا حملته الجون الاول الثاني، يمكن انا ممكن صد بعديها واحده نفس الشوطه يا كابتن، لكن عايز اقول لك على حاجه، الجون الاولاني ممكن كان فيه عدم رؤيه، ان كان في ناس او في لعيبه واقفه قدامه، ان هو ما شافش الكوره بشكل كويس، الكوره كمان عملت بند وبعدين دخلت، وبعدين بتبقى صعبه جدا. لكن شريف اكرامي من لعيبه من اللجان اللي هي عارف انت بلغه الكوره يعني بارد، ان هو ما بيتهزش، يمكن حصلت معاه كبوات كتير جدا، لكن بيقدر يرجع وبيقدر يقف على رجله تاني وبيقدر يقف. عايز اقول لك من احسن الحراس اللي موجوده في مصر. صحيح، يا رب ان شاء الله ان احنا محتاجينه طبعا لمنتخبنا الوطني ايضا. خلينا نروح لفاصل كابتن محمود ونرجع نكمل بقى كلامنا، لكن المره دي عن منتخبنا الوطني والمباراه المهمه امامكم ان شاء الله يوم الاحد. كل التوفيق لمنتخبنا. فاصل وارجع اكمل كلامنا كابتن محمود ابو ده. الأهلي فوق الجميع.
برحب مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجمال. بنحاول يبقى فيه صراحة مع الجماهير. بيت فينا. الأهلي بخبراته الكبيرة في أفريقيا قادر اللي هو إن شاء الله يجيب انتصار هناك. عشان الأهلي طبعاً أنا بألغي كل التحفظات. جمهور النادي الأهلي يستحق إن كل قناة قوية. عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم للجماهير مكتوبه ملف لازم يتفتح ولكن بنشتغل فيه بشكل خاص. الجماهير عاوزهم يفرحوا، عاوزهم يروحوا مبسوطين. ما اجيبش اجوان ده مؤمن وروح، اجيب اجوان عايز يمشي يجي له عرض. اللي مش مقبول بالنسبه لنا وخط احمر حد يتكلم على رئيس النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي المحترمه. الكوره والجماهير الليله الساعه 9 مساء على قناة الأهلي. نادي البطولات 2016-2017 كرة القدم، الفوز ببطولة الدوري رقم 39، الفوز بكأس مصر الرقم 36، كرة اليد رجال، بطولة أفريقيا، بطولة كأس الاتحاد، بطولة السوبر الأفريقي، بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وبطولة الدوري العام. كرة اليد نساء، بطولة الدوري العام، كأس مصر، كأس السوبر، وبطولة منطقة القاهرة. كرة السلة رجال، البطولة الأفريقية، بطولة منطقة القاهرة، وبطولة الدوري المرتبط. كرة السلة سيدات، بطولة الدوري المرتبط، وبطولة كأس مصر. كرة الطائرة رجال، بطولة أفريقيا. كرة الطائرة السيدات، بطولة الدوري، البطولة العربية، بطولة كأس السوبر. تنس طاولة رجال، بطولة الأندية العربية، بطولة منطقة القاهرة، بطولة كأس مصر، وبطولة الدوري العام. تنس طاولة سيدات، البطولة الأفريقية، بطولة منطقة القاهرة، بطولة كأس مصر، وبطولة الدوري العام. الكاراتيه الدوري العام، رجال سيدات، ناشئين ناشئات. ألعاب القوة، درع الدوري، رجال سيدات، ناشئين وناشئات. السباحة رجال وسيدات، بطولة الجمهورية، بطولة كأس مصر، وبطولة منطقة القاهرة. نادي البطولات 2016-2017 شامبيون كلاب. الآن ترحيب بحضراتكم. قبل ما اروح واتكلم على مباراه مصر والكونغو، المباراه المهمه في تصفيات المؤهله في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2018 روسيا، هبلغ بس حضراتكم واقول لحضراتكم ان الاهلي هيكون في مباراتين قبل ما يخوض مباراه النجم في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يوم 12 اكتوبر هيكون الاهلي مع الاتحاد في الاسبوع الخامس، ويوم 16 اكتوبر هيكون مباراه الاهلي ورجاء في المباراه المؤجله من الاسبوع التالي. دي مباراه النادي الاهلي في الدوري، وطبعا النادي الاهلي ما لعبش غير مباراه واحده امام طلائع الجيش وتعادل في هذه المباراه. طبعا ايضا لازم اشكر معالي السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس بالمجهود اللي كان عامله طبعا مع فريق النادي الاهلي هناك في خلال طبعا تواجده لمده اسبوع او 10 ايام في تونس، فكل الشكر ليه طبعا معالي السفير وكل البعثه الدبلوماسيه ممكن تقوم بدورها مع الفرق المصريه في اي دوله
عربية أو أي دولة ممكن تكون بيشارك فيها نادي مصري. أيضا بنشكر طبعا مسؤول النجم الساحلي اللي برضو كانوا بيذللوا كل العقبات للنادي الأهلي. طبعا احنا شعب واعي، شعب شقيق بالنسبة لنا الشعب التونسي، كلنا طبعا سواء توانسة أو مصريين بيحبوا بعض، لأن طبعا احنا في الأول وفي الآخر احنا عرب. خلينا كابتن بالذهب أكلمك على مباراة المنتخب ومباراة الكونغو القادمة، بتشوفها ازاي يعني من وجهة نظر كابتن محمود بالذهب؟ بص، يمكن أنا قلت الجولة دي كان فروع، وبكرة فكرك إن الجولة دي هتحسم كأس العالم، لأن أنت غانا بقت عندها أمل كبير جدا. مباراة مصر وكونغو لا بديل عن الفوز، إن أنت لازم تكسب وبعدد من الأهداف. إن شاء الله ربنا يكرم ونكسب، لأن فعلا دي المباراة دي هتوصلنا كأس العالم بشكل كبير جدا. يعني ما هو المكسب كابتن برضه لازم يبقى في شكل مختلف طبعاً. يعني أنت بالنسبة لك هتنتظر مباراة غانا وأوغندا في يوم السبت. خليني بس أكلمك في الحتة دي، في ناس بتقول أقاويل أو بتتكلم إن المباراة بعد من دلوقتي. بتشوف ان منتخب انا ممكن يغنى بتاريخه في هذه المباراه؟ لا بص، صعب صعب. بص زي ما احنا بنحسبها كفاروق، ان انت اوغندا ممكن تتغلب من او تكسب غانا او تتغلب من غانا. اكيد غانا عاوزه توصل كاس العالم، ممكن تقول لك ايه ان كونغو ممكن تعمل نتيجه كويسه مع مصر، فبالتالي هو برضو عندهم حساباتهم، او زي ما احنا بنقعد نحسبها كده في الاستاد وبنحسبها بيننا وبين بعض. ما اعتقدش ان فرقه غانا ممكن تغامر بتاريخها الكبير ان هي ممكن تسيب ماتش او تبيع ماتش. الكلام ده ما بيتقالش الا في مصر، يمكن ناس كتير جدا بتطلع اشاعات، لكن ما اعتقدش، لان هي بعد المباراه اللي فاتت ان مصر يعني غانا كسبت مكسب كبير، يعني كسبت كونغو مكسب كبير جدا، اتجدد الامل بتاعها بشكل كبير جدا. عندهم اوغندا، اوغندا مش بالقوه ان ممكن تكسب غانا على ارض غانا، ارض اوغندا. انا اعتقد ان غانا هتكسب اوغندا هناك او تعمل معاها نتيجه كبيره جدا، بحيث ان هو ممكن يقول لك ان كونغو ما لهاش ناقه ولا جمل، فممكن يعملوا اي نتيجه كويسه مع مصر، فبالتالي الامل يتجدد عندهم. لكن ما اعتقدش ان المباراه ممكن غانا ممكن تسيب مباراه او تبيع مباراه. ده حقيقي، لان طبعا سواء بقى منتخب باسم منتخب غانا ولاعبين باساميهم الكبيره في الدوريات الاوروبيه ممكن يفرطوا في جزئيه كده زي كده، ولكن طبعا الاهم كابتن احنا بقى، وده انا كنت بتكلم فيه، انت كمنتخب مباراه على ارضك، مباراه مصيريه بشكل كبير. لو نتذكر مباراة الجزائر طبعا هنا مع منتخب مصر، وكان الشكل عامل ازاي بالنسبة للجمهور واللاعبين والحتة الحماسة ليهم عشان يوصلوا كأس العالم، احنا محتاجين اليوم ده كابتن يبقى بالشكل ده. بص، عايز اقول لك على حاجة، يعني اللعيبة كلها تنسى، انا عاوز اكسب، انزل المباراة، اي حد يلعب، اي 11 لعيبة هيلعب، انا عاوز اوصل كأس العالم، او عايز العب المباراة ديت من اجل ان انا اوصل كأس العالم. على فكرة جماهير كتيرة جدا هتحضر، على فكره كمان في ناس شخصيات كبيره جدا في الدوله هتحضر المباراه ديت، اللي تدي دافع كبير جدا للعيبه، خصوصا انت عندك مباراه بعد كده في الختام مع غانا، مباراه صعبه. حتى لو غانا مش هتوصل كاس عالم هتبقى مباراه صعبه بشكل كبير جدا. انا مش عايز اوصل بقى لمباراه غانا بقى، ما انا بقول لك انت ما انا بقول لك بشكل كبير جدا المباراه دي هتوصلك كاس عالم بشكل كبير، والجوله هتتحسم من بدري. لان انا متاكد بشكل كبير جدا يا كابتن فاروق ان غانا فرقه كويسه وفرقه محترمه، وهتكسب اوغندا لانها تعمل مباراه كبيره جدا. اوغندا مش بالقوه اللي هي، يعني ممكن هم عملوا ماتشات كبيره جدا او بشكل كويس محترم، لكن غانا فعلا هتعمل نتيجه كبيره جدا. لكن لو كسبت ان شاء الله توصل بنسبه 90% توصل كاس العالم. عايز اقول لك كابتن ابو الدهب، اوغندا نفسها عندها مفاجاه من نفسها انها بتنافس على هذه البطاقه، هم مش مصدقين وجود مصر وغانا. طبعا مش مصدقين يا كابتن، يعني انا بكلمك بامانه. عايز اقول لك على حاجه يا كابتن فاروق، لو انت شفت الاحصائيات بتاعت المجموعه، فرقه اوغندا اللي متصدره المجموعه عندها كام جول؟ عندها هدفين، اللي هو كسبتك بيه في الماتش الاولاني، واللي كسبت بيه غانا، هم دول هدفين ودخل فيها ثلاث اهداف. الفرقه اللي هتلعبك الكونغو عندها دخل في مرماها تسع اهداف وعندها ثلاث اجوان، يعني عندها خط الدفاع بتاعها ضعيف جدا، لكن هم فرقه بتعرف تجيب جون. لو انت ما نزلتش ان شاء الله في ماتش الكونغو من بدايه ان انت تكسب، لازم تجيب جون عشان تخلص من بدري، تريح نفسك من بدري، تلعب كوره. الحاجه الثانيه، مفيش حاجه اسمها توازن بقى بين الدفاع والهجوم يا كابتن في الكوره، ان انا نازل اكسب، لازم احرر اللعيبه، لازم ادي الفرصه لاحمد فتحي ان هو يتحرك بشكل كبير جدا، عبد الشافي يتحرك، انني وطارق حامد يعملوا التكمله من نص الملعب يكملوا. لازم النهارده بص يا كابتن، الناس عايزه تستمتع بمباراه، مباراه كاس العالم نهائي، لازم العب كوره كويسه جدا، كوره جميله. انت عندك لعيبه، يمكن انت النهارده في ناس كتير بتقول عبد الله سعيد مش هيبقى موجود. عاوز اقول لك على حاجه،
والتشكيل ده وحطه في دماغك لولا ده اللي هيلعب بيه كوبر. طب قوله لي كده. ما انا بقول لك التشكيل ده ما حدش يعني كوبر مش هيغير، يعني عندك عصام الحضري، احمد فتحي، رامي ربيعه، احمد حجازي، عبد الشافي، النني وطارق حامد، رمضان صبح، محمد صلاح، وعمرو جمال، وتريزيجيه. هم دول التشكيل اللي هيلعب، مش هيغير ومش هيجيب حد من بدري يلعب. يعني في ناس كتير بتقول لك عبد الله السعيد مصاب، لا في مش عارف مؤمن زكريا موجود، هو خد مؤمن زكريا وخد حسام حسن بتاع السموحه وخد لعيبه كتير، لكن هو الراجل مش هيغير، هيغير من اللي موجودين في الملعب عنده. لان هو اختار صالح جمعه كابتن في حته، ما انا بقول لك هو في صالح جمعه يلعب، ما انا بقول لك بس هو الراجل عنده قناعه. انا بقول لك انا لو موجود، لو انت حضرتك موجود مدير فني او اي حد موجود، هيلعب صالح جمعه لعيب كويس ولعيب بسيط. مش ما ينفعش، لكن بص هو عنده قناعه كابتن بلعيبه معينه او لعيبه تقضي له. هو الراجل حتى يمكن كل تصريحاته بيقول لك انا عندي لعيبه ما اقدرش ان انا مثلا بقى اتمرن او شغاله معايا بقى لها 3 4 سنين وان انا ممكن اغيرها. الراجل احنا اتكلمنا كتير جدا وقلنا نغير ونلعب ونتكلم ونعمل، لكن الراجل عنده قناعه باللعيبه اللي موجوده. وعايز اقول لك على حاجه، هو هيلاعب محمد صلاح في الحته دي اللي هو اللي هي عبد الله سعيد مكان عبد الله سعيد. ومين بقى يبقى طرفينك؟ ما في طرفين، رمضان صبحي وفي تريزيجيه. ممكن ممكن بعد كده عبد الله صلاح جمعه هيبقى ليه دور، هيبقى ليه دور بس هينزل في نص الملعب. هيبقى ورقه رابحه معاه موجوده في على الدكه، لكن التشكيل مش هيخرج عن اللعيبه دي. ان هو عنده قناعه كبيره جدا باللعيبه اللي بيشتغل معاها، بتأدي دور، بتسمع كلامه، بيشتغل بيعملوا كل حاجه هو عايزها. الحاجه الثانيه كابتن فاروق، هو الراجل برده ماشي بمبدا ايه؟ اللي تكسبه العبه، بلغه الكوره اللي انا بكسبه بلعبه. هو الراجل بيكسب وماشي ومحقق الهدف وعنده قناعه باللعيبه وبتقوم بالدور بنفس الدور الادوار اللي هو عايزها وبتسمع كلامه، فهيبقى مش هيقدر يغير. هو من نوعيه الناس اللي ما بتتغيرش كابتن زكريا، ما بتتغيرش كبير. هم الاجانب كده يعني، حتى الاجانب اي حد لما كان في النادي الاهلي، حتى كمان لما حد مدير فني بيمسكنا في النادي الاهلي مستر هاريس لما تفتكر او مستر هولمان، يقول لك انا عندي ثبات التشكيل. فهم عندهم ثبات التشكيل مهم جدا. لكن انا عايز اقول لك حاجه، مستر كوبر انت عندك لعيبه كويسه جدا، لكن انا عايز اسال سؤال يعني، حتى لو حد يطلع من المنتخب يرد علينا، هل احنا هنلعب بنفس الطريقه دي في كاس لو ربنا كرمنا وصلنا كاس العالم؟ هنلعب بنفس الطريقه دي؟ يعني بالدفاع ده او ان احنا هندافع؟ كان زمان يقول على الكابتن الله يرحمه كابتن جوري بيدافع او عمل الكره الدفاعيه في مصر، لكن الكابتن جوري كان بيلعب كره جميله، كان في لعيبه كويسه وكنا بنهاجم وكنا بنلعب، ويمكن ماتش الجزائر ده من احسن الماتشات اللي لعبناها كابتن الجوهري، ووصلنا كاس عالم، ووصلنا كاس عالم. لكن عايز اقول لك حاجه، بيقولوا كابتن جوري كان بيدافع ليه؟ ما دي المشكله، بس وصل كاس عالم. وصل كاس عالم. طب انا عايز اسالك سؤال، الكابتن حسن شحاته لعبنا معاه 3 بطولات من احسن 3 بطولات في الدنيا، بس ما وصلناش كاس عالم. الناس قالت ايه؟ تاني يوم راحوا شايلينه، صح ولا غلط؟ لما اتغلب من الجزائر شالوه. طيب النهارده الراجل ماشي كويس وبيلعب وبيدافع وبيعمل توازن وكل حاجه وبتكسب، بتكسب 1 و2 وما عندكش الا لعبه بتلعب عليها، ان انت بتمسك الكوره بتلعبها لمحمد صلاح لونج باس او تريزيجيه او رمضان صبحي او عمرو جمال. فهل انا عايز العب كوره يا فاروق، نلعب كوره على الارض، امسك الكوره وننقل، نشوف كوره مصر الحلوه ان انت تباص من لمسه واحده. مش عايز النهارده هقول لك يا كابتن، زي ما انت بتتكلم كده من منتخب الكونغو، مش عايز اقول كلمه حصرت المجموعه، لكن يخليك تبقى اجرأ من تلعب زي منتخب غانا بطريقه مختلفه، حته الهجوم يبقى فيه اكتر هجوما، اكتر جراءه في الجزء الهجومي، خصوصا كمان دوافع المباراه بتقول لك كده. يعني انت عندك دوافع المباراه، انت خلي بالك انا تقلق ان انت فرقه الكونغو جايه مش باكي على حاجه، ان هم جايين فسحه يعني، جايين مصر، جايين يفسحوا، جايين يروحوا يعملوا شومنج هنا وهنا، ان هم ناس مش فارقه معاهم، ان هم جاي يعملوا ماتش. واللي خلي بالك الماتش، اي فرقه جايه مش في دماغها بتبقى خطيره، مش مركزه، فبيلعبوا براحتهم. فبالتالي انت النهارده لازم من بدري لازم تضغط عليهم، لازم تدي حريه للعيبه بشكل كبير جدا، لازم تدي حريه لمحمد صلاح وتريزيجيه، لازم اهاجم او اضغط الناس دي من بدري، ولازم اجيب جون واتنين من بدري عشان اكسب. لكن لو انا قعدت ادافع وانقل الكوره من هنا والعب الطويل، مش هينفع، هم اقسامهم طويله. وبعدين عايز اقول لك حاجه، هم فرقه كويسه بتعرف تجيب جون، يعني فرقه الكونغو بالذات بتعرف تجيب جون، عندهم جايبين 3 اهداف في البطوله، يعني فيها برضو دي مشكله كبيره جدا. يعني هم زيك، ان انت النهارده كسبان 2 عندك 3 اهداف وهم 3 اهداف، لكن خط الدفاع بتاعهم صعب جدا. لازم اضغط من بدري طبعا، لازم استغل بشكل كبير جدا، ولازم اضغط عليهم من بدري، ولازم اهدف من الطريقه، ولازم يعني استغل اللي عامل الجماهير او عامل الدفاع. حاجه تانية، ان انت زي ما بقول لك يا فاروق، اللعيبه لازم تحط في دماغها انا رايح المباراه اكسب من اول دقيقه. انت عايز ايه من المباراه؟ زي النادي الاهلي ما بيعمل، انا عايز ايه من المباراه؟ عايز اكسب. فبالتالي لو انت نزلت وحطيت في دماغك انت هتكسب وهتضغط على الفرقه دي وتكسب بسكور كبير جدا، خصوصا ان انت المباراه بتاعت اوغندا وغانا هتبقى ثاني يوم،
فنتيجتها هتبقى معروفه من بدري. فانت لازم تضغط على الفرقه من بدري بشكل كبير كده. طيب من دلوقتي لغايه المباراه كابتن المفروض اللعيبه بقى الجهاز الفني يعيش ازاي من وجهه نظرك خبرات في منتخبنا الوطني؟ بص هو لازم بص يا كفاروق لازم احط كاس العالم في دماغي في عينيا تحت عينيا ان انا هوصل كاس عالم او هلعب كاس عالم. فالناس لازم تحط في دماغها كويس جدا الناس مستنياهم منتخب مصر لازم في تركيز جدا لازم اذاكر فرقه الكونغو بشكل كبير جدا لازم احط كل لعيب يعرف مكانه ويقيم نفسه بشكل كبير ومحترم ان انا في الفتره اللي جايه ان انا عايز اوصل كاس عالم. فبالتالي لازم اضغط على الفرقه ديت واذاكر الفرقه دي كويس جدا كل واحد في مكانه. لازم النهارده في لعيبه بص يا كفاروق يعني المدير الفني لما بيقعد بيقول محاضره ما هو كلامه مش دستور. انا كلاعب ممكن اعمل حاجات كتير جدا في الملعب بشكل كبير جدا ان انا تخلي شكل كويس او شكل المنتخب يبقى كويس. لكن او عندنا لعيبه تقدر بتقوم بالدور ده بشكل كبير جدا. احنا ممكن احنا قلنا قبل كده عمرو جمال يلعب من راسات الحربه كويسين. يعني انت النهارده ما عندكش راس حربه في ناس كتير بتقول عمرو مرعي. لا في لعيبه كويسه جدا تقدر تقوم بالدور ده. لكن لعيب كل لعيب يحط في دماغه انه يلعب كاس عالم لان هتنقله بشكل كبير جدا بطريقه كويسه او بطريقه حلوه. مش هتنقل اللعيبه بس. هتنقل مصر كلها. تنقل مصر كلها طبعا. بشكل يا كابتن محدش متخيله. ما انا بص اعتقد اهتمام كل واحد فينا بالجزئيه دي لازم يكون حاطط في دماغه انتعاش الاقتصاد مش شكل الكوره والرياضه. وبعدين عايز اقول لك حاجه فاروق انت الفرصه مش هتجيلك تاني. الصراحه دي اعرف فرصه. ما انا بقول لك يعني احنا برضه المره اللي فاتت 2010 لا مش هتجيلك تاني. يعني الفرصه دي يعني انت النهارده كل مره بيجيلك فرص وانت بتضيعها. بقى نوايا لعيبه مدربين مسؤولين بتاع الكوره نيات خلي بالك يعني في الكوره في نيات مش كويسه. لكن بامانه يمكن انت سالتني سؤال مره في حلقه احنا ليه ما بنوصلش يمكن احنا كنا شفنا اجيال لكن النيه مش كويسه. دي بامانه انا بقول لك ما تبقاش عايزه نوصل يا كابتن. وعايز اقول لك حاجه في ناس دلوقتي مش عايزه نوصل وفي ناس مش عايزه يا راجل ده في ناس انا بتفرج عليها وكان لعيبه كبار. انا مش عايز اتكلم مش عايز تاخد بطوله الاهلي ياخد بطوله افريقيا وبتتمنى ان الاهلي ما ياخدش بطوله. لكن ربنا كبير يعني بكلمك بامانه عشان ربنا يعني في ناس جماهير النادي الاهلي عريضه وناس كويسه والباشمهندس محمود طاهر بيشتغل بشكل كويس مجلس محترم قايم بدوره بشكل كبير جدا. الجهاز الفني عنده اخلاص اللعيبه فعلا من احسن اللعيبه اللي موجوده. فيمكن في ناس كتير جدا زي ما بقول لك افرق في ناس فعلا من جواها بتطلع على الشاشه بتتلون. يعني صحيح. انا بقول لك يعني لكن انا بتمنى ان احنا نوصل كاس عالم زي ما حضرتك بتقول كده النهارده ان انت بيبقى في قناه ان انت بتتكلم على مصر. ما دي ما بننسى يعني بتنسى اهلي وبتنسى زمالك وبتتكلم على مباراه منتخب مصر. فاحنا ان شاء الله بتمنى ان احنا نوصل كاس عالم لان هتنقلنا بشكل كبير جدا. ويعني النهارده يمكن عايز اقول لك على حاجه كمان ان انا لما بتفرج على الدوري الانجليزي ببقى عندي فخر بتفرج على محمد صلاح ورمضان صبحي واحمد حجازي والنني. النهارده لما اشوف ان صلاح بيلعب انا عايز اقول حاجه انا ببقى مبسوط. فلما تلعب كمان في كاس العالم ومعاك لعيبه في لعيبه كتير جدا هتتنقل نقله ثانيه ان شاء الله باذن الله. والله كابتن يعني اتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا يعني يمكن خلال النهارده احنا عمليه الجمهور زي ما بقول لك وانا جاي في الطريق كله عايز يروح كله عايز يساند كله عايز يبقى متواجد كمان. كونغو ولا النجم ولا الكونغو؟ لا انا بتكلم على كونغو لسه النجم شويه لسه 22 اكتوبر شويه ولسه الاهلي هيلعب ماتشين في الدوري لكن مباراه المنتخب خلاص يعني كلنا بقى مصريين بقى هتلاقي اهلاوي وزملكاوي كل طوائف الشعب او وجودهم في اماكن موجودين ان شاء الله في استاد الجيش برج العرب. بشكرك كابتن محمود وجودك معايا واستمتع بيك ويا رب معانا على طول باستمرار. انا سعيد ان انا كنت معاك وبتمنى ان شاء الله منتخب مصر يوصل كاس عالم دي بامانه من القلب يا كابتن لاني حاجه كويسه وتفرح الشعب المصري ان شاء الله. بشكرك كابتن الدهر بقى بعد الفاصل هيكون معايا الناقد الرياضي بالاهرام احمد طاهر هنتكلم ايضا على منتخبنا الوطني وفرصه ان شاء الله للوصول لكاس عالم خلال المباراه القادمه مباراه الكونغو بامر الله. فاصل وارجع استقبل